السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بنات في قناتي، إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا مهنيين يا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم خياتي راني حندير معكم لي سوفلي بإذن الله. هاد لي سوفلي هايلين بزاف بزاف يا خياتي، واش نقول لكم، يعني غير سيوهم. أنا بزاف نديرهم في شهر رمضان، بزاف بزاف ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا يا ربي، وان شاء الله ربي يرفد علينا هذا البلاء برك هذا ما كان، ونكونوا مهنيين وصحاح. فوالا خياتي، هنايا نروحوا باش نديروا لاباط. عندي هنايا 250 غرام تاع المارغرين، تكون يعني بدرجه الحراره تاع الغرفه، يعني تكون شويه دايبه. فوالا نديرها هنايا في البيترين، تحبوا ديروها بيديكم ولا تحبوا ديروها في البيترين كيما تحبوا. عندي هنايا كذلك حبه تاع ولاد الدجاج. فوالا نحبط كامل لا مارغرين ديالي، قلت لكم لازم تكون دايبه شويه. وعندي حبه تاع ولاد الدجاج هايليك. عندي هنايا الحليب البنات، انا الحليب هنايا راهو نص كاس، بصح انا درت تحت النص، يعني واحد ربع هكذاك. ونخلط المقادير تاعي، وما ننساوش كذلك الملح. الملح فوالا مغرفه صغيره تاع القهوه، ونخلط كامل المكونات هادوما حتى نتحصل على عجينه يعني طريه. ما راهي يابسه، ما راهي يعني طريه بزاف بزاف، يعني نتحكموا فيها ونخليوها، يعني نغطيوها في بابي فيل ونخبيوها، نخليوها يعني في فريجيدار. تقدروا تخلوها يومين ثلاث ايام، انا توجور نديرها يعني يومين مقبل ولا ثلاث ايام مقبل، ونخبيها ونخليها وقت ما نحب نجبد نستعملها. فوالا هنايا دوك تنطم الفارين العجينه تاعي عفوا، وكما قلت لكم نخبيها ونخليها في بابي فيل، نغطيها. فوالا هاوليك القوام كيفاش تجي. وهنايا نروحوا لخياتي للحشو ديالنا. انا هنايا راني حندير تشكتوكه، انا هذه هي يعني اللي هذه هو الحشو يعني اللي مارفه نديروه في لي سوفلي تاعي، وانتوما كيما حبيتو ديرو. هنايا فوالا راني درت الزيت وندير البصل. نورمالمون كامل راكو تعرفوا تخدموا تكتوكه، ماشي حاجه يعني واعره. فوالا هنا عندي البصل، كميه تاع البصل ديالي، ودوك نزيد ندير معاكم لهنايا الفلفل. فوالا دوك نزيد ندير معكم لهنايا الفلفل. عندي فلفل احمر والاخضر، وعلى بالكم البنات الفلفل الاحمر يزيد شويه في البنه. الوغ زدت انا بالعاني خلطت له هذاك الفلفل الاحمر، يجي بنين بزاف بزاف في التكتوكه تاعنا. فوالا نخلط كامل هذا الخليط هذا، ونخلي كامل حتى يدبل هذاك البصل تاعنا، يدبل مليح مع الفلفل. كي تشوفوه دبل بيان تما نكملوا الطريقه تاعنا كيفاش. فوالا هنا شوفوا خياتي، بعد ما دبل الفلفل والبصل، هنا زدت كميه تاع الزيتون، الزيتون مقطع يعني شرائح صغار. هنا راني درت الثوم، زدت شويه تاع الثوم، ما حبيتش نديرها مع الاول. وندير هنايا كذلك الاخر طوماطيش، هنا راني سكرفشتها. ندير كذلك الطوماطيش تاعي هنايا. وهنا نتوما كيما تحبيتو ديرو، ما يعني ما ديروش كيما انايا واش راني حندير. تقدروا اي حشو تحبوا ديروه ديروه، تحبوا ديروا فيون داشي، تحبوا ديروا دجاج يعني هكذايا مع بيشاميل، ولا كيما حبيتو ديروا. انا يسمى هاد لي سوفلي ولادي يحبوه هكذا بهذه الطريقه، يعني يجيهم بنين. وهنا البنات نبداو نديرو بلي زيبيس. عندي هنايا مغرفه صغيره تاع فلفل عكري، عندي هنايا فلفل الكحل، وعندي الملح، وعندي هنايا اعشاب عطريه. هذا ما كان، هذا واش ندير في هذا التكتوكه تاعي. عندي غير هاد لي زيبيس اللي نديرهم، ما نديرش كركم وهذوك، انا ولادي ما يحبوهمش بزاف. صافي نطيب غير بهاد لي زيبيس هادوما، وتجي يعني بنينه، تجي ما شاء الله. فوالا نخلي هاد الاخر ديالي يطيب في غردو، نغطيها ونخليها طيب يعني في غردها، نقص الفرنو تاعي. ايوا هنا نسيت باش نقول لكم، ندير كذلك الطوماطيش تاع البوايط. ندير هنايا واحد المغرفه كبيره تاع الطوماطيش،
ونغطي كلش ونقص الفرن ونخلي كلش يطيب في غردو. لازم هذيك المرقه تاعي تنشف كومبليتوم، لازم قطره ما تقعد. فوالا هنا خياتي شوفوا بعد ما العجينه تاعي قلت لكم ريحت بيان. فوالا شوفوا هنايا لاصوص هذه الخليط، هذه تكتوكه ديالي كيفاش طابت، قلت لكم يعني قطره تاع ما تريح فيها. هنا عندي هذوما الفرماج فوندو، عندي فارينا سينوما باش نحل بها، عندي صفار البيض، وعندي هذوما باش نزين بهم. ونروحوا طريقه التحضير، عفوا باش نحلوا العجينه ديالنا. فوالا نحلوها هاد العجينه، ندير شويه فارينا سينوما في بلون دو طرافاي ديالي باش تجيني العمليه سهله. وهاد العجينه هذه واش اللي يعجبني فيها، يعني كيما تحبوا تلعبوا بها، يعني واش هو السر في هاد العجينه؟ السر اني كي زدت لها شويه تاع الحليب، هذاك الحليب هذاك يخليها يعني تعطيكم الطوع. هاد العجينه هذه ديروا بها يعني واش تحبوا، ديروا بها لي كورني، ديروا بها لي سوفلي، لي كيش، يعني واش حبيتوا ديروا بها. فوالا شوفوا هنايا من نرققها بزاف من نخشنها بزاف، يعني فوالا نقطع بهاد هذه اللي تساعدني انايا في لي سوفلي، جينيرالمون هذه اللي نخدم بها. نقطع كامل سي نورمال. و فوالا دوك تشوفوا، فوالا شوفوا العجينه كيفاش تولي، يعني تولي شابه وتخدموا بها، يعني ديروا بها واش حبيتوا، ما تتقطع يعني ما تتكسر ما والو، ماشي كيما لاباط بريزي. فوالا خياتي شوفوا دوك هنايا هذه نزيد نحلها شويه، نزيد نرققها شويه برك باش تجيني في هذاك هذاك اللي نقطع به. دوك تشوفوا فوالا، شوفوا كيفاش عمليه سهله مهله، تقدر طفله صغيره تخدم هاد لي سوفلي هادوما. فوالا ندير هكذايا فوق هذيك القطعه هذيك، وندير هنايا شويه هاد الخليط تاعي. فوالا شوفوا البنات، هاني درت هدايا شويه تاع الخليط تاع التكتوكه هذه. وهنايا عندي فرماج، نزيد ندير لا فرماج، يزيد في البنه، يجو بنان بزاف هاد لي سوفلي كي نديرهم فرماج. وهنايا ندير بياض البيض، ندير كامل تو لو تور كامل صاير داير، باسكو اوبليجي اوبليجي ديروا لهم هكذا باش كي تغلقوا الحبه ما تنحلكمش في الفوغ، باش هذوك داك الخليط ما يخرج لكمش. الو اوبليجي تضغطي بيان هكذايا وتعاودي تحلي هاد الوسمو، تخرج لك يعني حبه ما شاء الله. دوك تشوفوا جبت هنا السنيوه تاعي، درت لها هذا الورق الطهي هدايا. فوالا هاي ليك الحبه تاعي كيفاش خرجت. نزيد ندير واحده اخرى معاكم. فوالا نزيد ندير حبه دوزيام معاكم باش تشوفوا. فوالا خياتي يعني عمليه سهله، يعني ماشي حاجه واعره. فوالا نزيد ندير كمية من هاد الخليط. وقلت لكم هاد لي سوفلي يوالمو بزاف في شهر رمضان مع شريبة هكدايا، ما نقعدوش كل يوم غير البوراك، نبدلو شوية نديرو هكدا دي سوفلي، نديرو لي بيتزا، نديرو راني نشارك ان شاء الله معاكم الوصفات تاعي في شهر رمضان ان شاء الله. فوالا خياتي شوفوا كيفاش، ولادنا على بالكم هذا واش يحبوا، يحبوا غير هاد، يحبوا غير لي بيتزا، يحبوا لي سوفلي، يحبوا يموتوا على هاد الاشياء هادوما. وانا سورتو نهار اللي ندير لهم هكذايا لي سوفلي ولا لي بيتزا يموتوا بالسعاده، يموتوا بالسعاده. فوالا هنايا دوك نكمل كامل هادو اللي شفتوهم. فوالا وهنايا دوك ندير لهم صفار البيض، دوك نواسيلهم هذاك صفار البيض باش تجيني من فوق، تجيني هذيك لا دوغور هذيك. فباكم كي نكونوا نديرو في المونتاج توجور تتلف لنا الهضره، تروح الهضره، الهضره تروح، نكونوا نهضروا نورمال في كلش، حنا نلحقوا المونتاج الهضره تروح. هنا شوفوا فوالا هنايا هذاك صفار تاع ولاد الدجاج، درت له قطره تاع القهوه، قهوه كحله باش تروح لي ديك الريحه شويه. وعندي هنايا هادوما السانوج وجلجلان وحبه الحلاوه، نزين بهم
فوالا نزيد ندير معاكم لا دوزيام ومن بعد نكمل نديرهم كامل ومن بعد نوريهم لكم. ومن بعد خياتي نكونوا شعلنا الفرن على 180 درجه ونخليوهم مده 20 دقيقه حتى 30 دقيقه هكذاك، وتعسوهم كل وحده والفوق ديالها كيفاش، وندخلوهم الفرن ونخليوهم يطيبوا. فوالا نزينهم كامل هكذايا، فوالا هنا يعني كملت كامل، درت لهم صفا تاع ولاد الدجاج وزينتهم كامل، ودوكا ندخلهم للفوغ. هامليك خياتي بعد ما طابوا لي سوفلي ديالي، هامليك كيفاش جاوني، جاوني يعني حميمرين الله الله، قلت لكم يوالموا مع شريبه في بلاصه البوراك، نبدلو نوعو شويه ماشي غير البوراك غير الزيت، بزاف يعني ما من الصحه تاعنا يعني بزاف كل يوم بوراك. فوالا هامليك كيفاش جاو من تحت، جاو حميمرين الله الله. هنا حنوري لكم حبيبه نقسمها قدامكم، شوفوا كيفاش جات من الداخل خياتي، قلت لكم هاد لي سوفلي هي والله يعني ماشي زوخ، والله يعني والله كي تاكلوهم اون ديغي راكو تاكلو في اون ديغي راكو تاكلو في ان غاتو يعني، والله غير يجو كروستيون يجو مقرمشين ما شاء الله. والله خياتي ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش خياتي الاشتراك في القناة ليصلكم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى ملتقى آخر إن شاء الله.